السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير، كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتفرجوا في حلقه اخرى من حلقات الامداسيون كارز. باش ما نخلفش الموعد مع التاريخ وباش ما يتسماش عليا انني هرست شي واحد ولا شي حاجه، فخاصني نقول واحد كلمه حق وحتى استجابه للطلب ديال واحد الصديق ديالي، تحيه لي من هذا المنبر راه يعرف راسو. دونك سيدي، جوج ديال السيارات اللي هما اوبل واللي هما فورد، جوج ديال السيارات يا اخي، شحال من واحد كيقول لك احمد كي دايرين، كنقول له ودي غاليين في المانتونس، وهاد الهضره هادي راه صحيحه، راه غاليين في المانتونس. ولكن الخوت بيني وبينكم، الا انا نشري طوموبيله ب 19 مليون 20 مليون ياك، ولا بين نشريها ب 28 مليون وبتجيني 1200 درهم ديال المانتونس مثلا في 4 شهور في 3 شهور ديالها غاليه، خويا انت راه تخربق وراه ما عرفتيش اصلا تحسب البيدجي باش بغيتي تشري سيارتك. يعني انت ما عندكش ديك 29 مليون غير بغيتي تزير بها عائلتك، دونك تايا بغيتي تزير عائلتك، بغيتي تزير عائلتك باش تشري انت هاد الطوموبيل، دونك انت خاصك تعاود الحسبه ديالك. هذيك الطوموبيله ما ديالكش، داكشي علاش انا دائما فلاص ما نبقى نعاود معاكم الحسبه، وتنعرف كل اللي راسو سبحان الله خاصك تناقش مع تاتيا، لا هو باغي فورد كوغا باغي اوبيراسا، تنقول له ديما مانتونس ها بشحال تطلع وها بشحال تطلع، وراه الميكانيكات ديالنا ما تعرفوش لها، وهذه ينكروها الميكانيكات. ولا كان شي ميكانيك تعرف لها الطوموبيل الله يجزيك بخير، كتبها في كومونتير لتحت باش عباد الله يعرفوك، راه حنا ولينا محتاجين لي كومبيتونس والطاقات اللي كتعرف تتعرف تصاوب سي جونغ ديال فيكول، فهمتيني؟ هاد النوع هذا ديال الطوموبيلات الله يجازيك بخير، الله الا محتاجين بحالكم معنا وداكشي. دونك هادي من الجهه الثانيه، الاوبل تاعي راه من السيارات لي سيتادين ودايره 17 مليون حتى ل 21 مليون بلي زوبسيون بالحماق ديالها. ما عمركم ما تجيو تقارنوا لي مثلا ما بين رونو كليو وما بين اوبل استرا، هاد جوج ديال السيارات مثلا غير قابلين للمقارنه، ممكن نقارنوا ما بين رونو ميغان واوبل استرا مثلا، ونجيو نقارنوا لي زوبسيون مثلا عاوتاني ما بين الفورد هذيك وما بين هذيك. واحد النقاش ني الدار مع واحد السيد بانه، وحتى انا ديما تنقولها سي كو هذوك مثلا كاينين شي طوموبيلات اللي تي وراضي، راه ترجعوا الفيديوهات تلقاوني قلتها، كاين شي طوموبيلات اللي ما كيتشاوروش معاك ونيفو ديال لا سيكوريتي، كيفرضوا عليك واحد الحوايج خاصهم يكونوا في الطوموبيل وخاص بزز منك انك تشريهم، ما كتقول لكش هادي لا راه لا لا والو، كتجيك الهضره صافي راه تشري سو جونغ هادي، راه تشريها بزز منك، خاصك تشري هاد المقومات عاد كيبداو يهضروا معاك واش بيتي دير طابلو طاش واش ما بيتيش طابلو طاش واش هادي كي دايرين يا اخي. وبالتالي هذا انصاف في الفورد كوغا، وانصاف في الفورد كوغا القديمه انا كنت كنقول عليها هذه الهضره انها ضيقه من اللور، كيف ما الكليو ضيقه في اللور صافي، يعني ماشي زعما تنقول في شي طوموبيله من غير طوموبيله وشي حاجه، انا داكشي اللي كاين كنقول. ولكن واش مزيان فورد كوغا راه مخير، دابا راه فورد كوغا راه سيزيام سي شوف، وشحال من واحد تيجي تيقول لك واش الانسانك ديالها تهز الكباري، حنا كندعي فورد من هاد الجهه هادي انها تعطينا نديرو طاح لينا، لا تندعي فورد انها تعطينا لوبورتينيتي اننا نصورو شي فيديو تيست درايف ديال فورد كوغا بالانسانك تي دي سي يمكن، ونوريو بانه راه فوالا داك الكباري كيهز، وكيف ما جربنا مع الكاتجر الانسيس ديالها كان هبيل، وماشي يهز الكاتجر هزا ويجري بها ويهرب بها كاع، ولا الانسيس ديال هذيك حنا اللي تجربنا الكوليوس ومازال ما تعطاتناش لابروباسيون اننا نطلقوه، الكوليوس تا هو تجربات وتا هي دازت بلا تسمحوا ليا. هنايا واحد الطريق شي شويه ضيقه دونك تنخرجو و تيخرج، فهمتيني؟ كاين واحد مول الكونغو تا هو هنايا عامر، دونك سيدنا هادشي اللي كاين، كيما تيزور راه خوا عندنا خصنا نعمرو، ما عليناش. دابا هادشي اللي نهضرو عليه، دابا بغي نهضر لكم على واحد السياقه اللي سميتها السياقه الاقتصاديه. شنو هي السياقه الاقتصاديه؟ راه كنت درت عليها فيديو، الله يجزيكم بخير، الطوموبيلات اللي مواليهم ما كيتهلاوش فيهم. هاد الفيديو هذا هي ست، راه ما مديوش لك اخي اللي ما كتهلاش في طوموبيلتك، لانه انت بطبيعه الحال الطوموبيله كيدخلوا فيها بزاف ديال العوامل اللي كيزيروا الموطور، انني هاد الهضره هادي اللي بغيت نقول بتكون مجرد تخربيق عندك. هاد الطوموبيله هاد الهضره اللي كنقول انا راه جربتها مؤخرا كاع هي البارح،
قبل ما نصور الفيديو جربتها في واحد الفورد كوغا، جربناها في الفورد فيستا، مجربها في الفولكس فاجنات، مجربها في الايبيزات، مجربها في السكودات، مجربها حتى في الطاسيوات. كاع هادوك توصلوا ل 2000 تور تتقول لي الطوموبيله دوز، يعني في 2000 تور كان دوز. الفرانات الخوت نقصوا منهم، حاولوا تستعملوا الكراطاج بالنسبه للناس اللي عندهم بطافيتس. ما عندكش بطافيتس فوق كتهز رجليك راه الطوموبيله كتكراطي، دونك انت ما محتاجش ديك الهضره تقول لك الكراطاج ما كراطاش، الطوموبيله كتكراطي راسها. هادي جوج. منين بين فراني شت قف لديك الجي ماشي تا وصح دار قف ونورك. راه اخوتنا وصلنا لواحد الدرجه ان التلوث استشرى فينا. شنو هي التلوث استشرى فينا؟ سيكو التلوث قتلنا. راه يا اما نحافظوا على هاد الكره الارضيه يا اما واحد النارات. احنا دابا حنايا الحال عندنا بارد، هنايا دابا حنا في مراكش راه عندنا بارد من مقارنه بالصيوف اللي فات، راه الحال بارد فهمتيني. ولكن باري راه هي طالع فيها الصد، يعني التغير المناخي راه حنا جايين. داكشي علاش انا دائما كنقولها كنعاودها، انا ماشي دي جونغ اللي حينت تعنعينه ديال الموتور وداكشي نقدر نضحي بالبيئه ولا نضحي بشي حاجه. واحد الانسان اللي لا جا لي بريد وجا لي الكتريك وما كانوش هاد جوج ديال الحوايج كيأثروا حتى هما دون فاسون دون اوتر على البيئه، راه انا سوي كونتريبيون في هذا الشيء. هذا انا انسان اللي عزيز عليا نحافظ على البيئه وهادي كذا، وتنحاول دو فاسون انني هادشي هذا سميتو انني هادشي نبدا نطبقو. المهم توصل 2000 تور كيما قلنا كدوز، الا اللي كنتي في شي طلعه ولا شي حاجه كان طوموبيله شي شويه قديمه ولا شي حاجه. دونك حاولوا في 2000 تور دوزو، ومنين توصل سميتو انا تندوز راكم كتسمعوا دابا، راه غير علاش نسد هذيك راه كتسمعها. هو الموتور دابا في 2000 تور مدوز 5 الموتور، ما تيكونش ديك لا شي حاجه. تسمع الموتور بانه صافي دايره موديل 2011 دوزيام موتور فيها سميتو، لانه الوالد عندي عزيز عليه الموتور يكون فورسي. دونك الا الموتور بدا تيقولها شي شويه ضاربه 200000 كيلومتر عندنا هادي اجي يولي يقول شي شويه هكا ولا هكا، تاي الوالد عندي تاي سميتو تيبدل فهمتيني. ما عليناش الطوموبيل هادي مصلحه على يد الوالد فهمتي. هذا واحد الوالد عندي تيتهلا في الحديد ديالو، هادشي خص الواحد يدير. الطوموبيله عندي كنتهلا فيها كنديرها وحده من ولادي. كاين الطوموبيله اللي تقدروا تخسروا فيها حتى 1.5 مليون في ظرف 4 شهور 5 شهور، وكاين الطوموبيله اللي تخسروا فيها 9000 درهم، وكاين الطوموبيله تخسر فيها 9000 درهم في 3 سنين. دونك ماشي مشكل. كما قلت بان لي ضو حمر، بان لي قف هز رجليه على الكسيراتور حتى نوصل ليه في الطريق. الله يرضيكم الله يرضي عليكم. ماي الطاكسيات اللي باقيش تعاصروا معاهم رزقهم الله يسر لهم فيه، خليهم يمشيو رزقهم. واخا حتى هما خصنا نديروا لهم فيديو ديالهم بوحدو الطريقه باش كيسوقوا كتخرج لينا قلوبنا. البارح جاي مع واحد صاحبي في طريق قالت لي خرج لي قلبي بين حطه مرضني في الاخر وليت نعس واحد الشيء تاع لي ما نضرب اخويا هذاك اللعيبه اللي هنا. قلت لي خويا بندير سته، قال لي واش حال فيك تشيكي بين الضرب انا وياه صافي فين ما بتوصل توصل. قال لي الناس اللي بغيتي تعصبوا كيسوق. قلت لهم سيدي وقف عندنا هذا الشيء، عيط لنا سيدي الجندار. قلت لي كاع قلت لهم قول لهم راه عندي هبير في الطاكسي وديك الساعه فاش يجي وشوفوا شنو الناس شكون بعامل بيش هذا. دونك الخوت كما قلت قبل ما وصلت الضو احمر نطلق رجلي على الكسيراتور الزيار والتعاصير وداك الشيء، راه تيجبد الصداع تيجبد القتيله تيجبد شحال ديال المشاكل وداك الشيء. مالي الماطر نعطيهم واحد شويه ديال الاتساع هكا، راه انت ما كتكونسوميش. دابا راه انايا 5 وفي 60 الطوموبيله تسمع، راه الا كنتي حريف اسمع واش الموتور تيغوت. الموتور راه غادي يكون نورمال كالم. واش انت رجليك زوينين شي هادشي ديال السوكان فسيرتو في المانويل، هي واش انت رجليك زوينين ما زوينينش. وماشي بالضروره النهار الاول ولا الشهر الاول ولا الشهرين الاولى انت وطوموبيلك كتولي على وئام، ولكن الا ضربات عندك عام او ما راه خاصها تولي في السوكانه حلوه، تولي زبده. الخوت هذا هو الفيديو ديال اليوم على السياقه الاقتصاديه، على رد الاعتبار لكل من فورد كوغا اوبل استرا كشرح تفصيلي على ديك الهضره اللي قلت عليهم. نتمنى انه التقطوا الرساله للمسؤولين ديال فورد وعطيونا الفرصه اننا نسي ولا فورد كوغا ولا حتى لا نوفيل فورد فيستا. كنا كنتمناو ولا فورد فوكس انها تخرج، سي دوماج سي بيان دوماج ان لا فورد فوكس ما خرجوش. نتمناو خير ان شاء الله. كان معكم احمد الامداسي، حلقه اخرى من حلقات الى امداسي وكارز. الحلقه الجايه تقدر تكون لايف سوق فيسبوك ديال يوتيوب، الى عجبنا راه نخلي لكم، ما عجبنيش وما كانش فيه زعما شي افاده بزاف حيت اللايف ما كتعرفوش شنو كيفاش تيخرج.
سورتو دابا ولفت اللايفات في الفيسبوك، الدراري ديال الفيسبوك تيعرفونا وداكشي. دونك الخوت السلام عليكم.